توزونا سي شنو توا شبيك تغزون لي هكايا جيتك جديد انا نو ما جيتنيش جديد اما واش بيك شي غير عمرك ما حكيت لي على غراميات ماما فريده مع سي الحمادي شنو ولاد غراميات ضربه واحده مفضلك ما نسمحلكش تكلمني على امي هكا حكاية قديمة عندها 40 سنة مشات على روحها وصداقة بريئة ما فيها حتى شيء ويعمر على الصداقة البريئة من العاشق الولهان إلى الزهرة الخجولة فريدة القرموسلي أني علاقة بريئة وقيل لك تخيلني شي غير مخي حابس أسو بوان لا 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 مخك ماهوش حابس أما ناس بكري كانوا يعبوا هكاكا هذاك حسن النية نتاعهم والأخلاق هكاكا يعبوا مش كمال بزاوش نتاع تويكا جماعة الفيسبوك هذوما العلاقات كلها افتراضية ما جيكش عجب واحد نهار يجيب لك بيس قد نكايا ويقول لك قدم لك المدام شيري؟ وي باش نقول لك حلمت بيك البارح سيفي؟ هيا بي ان شاء الله حاجة بي بيان سور شيري نقول لك واش حلمت وي جيتني هكا ولبست لي شركة ديامون سامي واش معنى هاد ديامون في المنام شيري؟ الديامون في المنام يلا معناتها ذاك باش يجيك واحد يتسلف من عندك فلوس ويقدمك فيهم نسيه قل لي نقاش عندك 50 دينار حتى راس الشهر الورد جميل ولوه أوراق الورد جميل ترارم ترارم ولوه أوراق يا نوار يا محير المواجع الورد جميل ودون تغني شي عبد الوهاب مالش نوع سي عبد التواب وعلاش ما نغنيش شبيه محسوب من اللي يغنيه خير مني شبيه صوتي صوتك كل كيلو انت كي تتكلم ماذا بيه الواحد ما سمعكش خلي عادك تغني يحصل عليك ردي ما تعرفنيش انا وقت كنت نغني في صغري تعرف جارتنا خالتي زورة كنت كل يوم كي نروح من المكتب نزلها من كعبه مخارق ونقعد نغني لها بالساعه بالساعتين الله يرحمها قديش كانت تموت على صوتي ها؟ الله يرحمها يا لطيف هذيك تلقاها ما ماتت كان من صوتك لا يا سينوري ما ماتتش من صوتي نضربها سكر من المخارق تحب نغني لك حويجه طربيه لا 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 بارك الله فيك سيرتو با ما زلت حاشي بعمري انا يا حسرة تعرف من بعد عامين ونص وانا نغنيها كل يوم فقت بلي هي طرشه هي صحيح هي طرشه ما تسمعش ما تبدا تدوح في راسها تعمل هكا 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 والله توا اللي فهمت يا شيخ يا تقول يزي يزي في البركة صباح الخير اسماعيل صباح الخير سنوي بربي شنحوال مدام فريدة مدام فريدة أنا بس عليها وش بيك تضحك يقبوك الجنونة لا لا شيء تفكرت نكتة اسماعيل ها تفكرت نكتة هيا صحيت صحيت هيا زيد تفكر يا ملا اطول نهار اللي انطيشك انت وكما تخلف ذهنيا في البوباله وقت تتفكر بالقداء ايامات العز اللي كنتوا عايشينه معنا هيجا هنا هيجا بس يشاف الهنا شنو هو هذا باو شوكولا هذا باو شوكولا وش بيه هكا مقروس هكا بتاع ميزيه لا لا ما يغركش اسماعيل الصغير وملولب ذوق 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 تدعي لي ندعي لك انا لا تبعت لك هذاك الموجود ما لقيتش خمير انا ما يحمدش ربي ندادو في العوينه ها اش قلت قلت لك اسماعيل المره الجايه نجيب لك بليوش بالعوينه بليوش بالعوينه يا في راسك كل شيء الى العوينه صباح الخير مدام صباح الخير نوري بالله ما تقوليش في هالدارش بيهم الناس كل عم تقينات سا سي فري الناس الكل في هذا الدار عملوا قرود دايوغ ميم توا شيغيه شنو عاود قلت واش بيك تخلعت قلت لك ما نتارك بقرونك بسلامتك نورمال شيا شو معناتها انا بقوني تو نبهت عليك متي ما قلت لك عش على سارك الاشياء اللي يتقالوا عندكم في الجزائر با فورسيمون يتقالوا في تونس والعكس بالعكس شنو اسماعيل واش بيك تنرفيت هكا واش فيها ولا نتفشش مع راجلي الفحشوش ولا واش بالباب مسكر لا فريدة في ضوء القميرة
الا فريده حل الباب. وي فريال شبيك فريال؟ شكوني هذه زيد؟ يلا فريده جميع الكل يستناو تهبط تفطر. قل لهم يبداو هاني هابطه. ربي يستر. المرأة قامت تجبد في موجة أخرى. لتبارك لك يا ضو، ما لقيت ما تعمل، قايم تحفر وتخرج في التوارخ. يا حسرة، أنا أول جواب جاني عمري 8 سنين، بديت على بكر كملت على بكر. الورد 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 يفتح ويذبل، والعشقين الناس يقولوا الياسمين أحليلو يا حليلو، والحب 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 ما يتشراش بالمال، وقلوب العاشقين يميلوا. قلوب العاشقين يميلوا. بقي تو طمي في معنى دواتي على المذهب الحنفي. لا حنفي لا مالكي، هارا لي سكت. شنو حتى الغناء حرا في هذا الدار؟ لا لا لا، ما قلناش حام الغناء، ماناش في توها بوع، اما عميان المعنى هو اللي حام. بونجور. بونجور. بونجور يا اخي، شبيكم وحدكم؟ اوه ظهر فيه بنين هالبان شوكولا، ترى بنين. نحي من يدك حتى تجي ماماتك. وي ديزولي، عندك حق. سامحوني يا اخي، هي ويني جولييت؟ التوا راقده مش ليا تهبط ساعه ما عويديش. صباح الخير. صباح الخير. بونجور حلومه. تقول لي يا حليمه، أمي ماهيش ناوية هابطة، ما هي لاباس. وين نعرف أنا؟ مسكرة على روحها الباب من داخل، دقيت دقيت ما حبتش تحل، وقالت لي راني هابطة. سي إسماعيل، شكوني فريال؟ ها؟ فريال؟ أش بجبدك في فريال؟ فريال خالتي الله يرحمها. الله يرحمها، ربي قدر الخير. ما فهمتش علاش أنا بالذات كي تراني تسميني بس أمي الموتى. الله يرحمها وينعمها خالتي فريال. ماتت في عز شبابها، تحوس في جنينة ويتكلم عليها لغم مرحبا عالمية ثانية. مشيت فتفات. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير مدام. عاشور، صباح الخير. هات هات عليك كنوار، تو نحط وين على الطاولة، وانت عايش خويا خسر لي الكروسة خاطر خارجة الليلة. كروسة؟ شبهي ساعة لبسة مخلها بالأحمر. نطلعش عند الحسبة. بونجور ليز انفان. بونجور. أمي فروج، اش بيكم تغزولي؟ شنو ما القاري عند بابا سات؟ كومون سافا مامون شيي؟ تري بيان مون فيس. مامون سي مون ايبوز. احشم تاتا تاتا. هيا وتوا اسمع كلمه لا وسون كومونتير. تركي عايش اختي، ما تنسيش بعد ما تكمل قضيتك تطلع حذايا البيت باش تصبغ لي ظوافري. ليلة ماشية الحفل سيدي علي في قصر الجمعيات. اسماعيل تمشي معايا بابا؟ ماك تعرف امي انا عندي مواجع نتاع الحساب خاطر الجمعة داخلة نعدي السيزيام. يمي انت على ولدي. والله توا دايخ يا نوري، المدام عمري ما ريتها هكا، تقول رجعت 50 سنة تاني. تعرف قبيلة اش قالت لي؟ قالت لي حضرني الكروسة باش نخرج نعمل دورة. كروسة؟ ياي ياي، الحب وما يعمل بما ليه يا نوري، يرد السلاطين كرقطاس. هيك على همك، انت بالحب حالتك حليلة. يا نهار اللي باش تحب، باش باش يجرى فيك. يا حسرة عليك، انت ما تعرفنيش انا وقت اللي كنت صغير اش عملت؟ في بالك اللي انا حبيت وحدة؟ بالحق وانت صغير حبيتها؟ ياي ياي، مل وار عليها ومل شبوبية ومل كاريزما. تعرف هما هما دفاير ترعب. شو تخدم؟ عند عنوت ملاوي. تعرف يا نوري، ساعات نتقابلوا تحت نبوبة البلدية، وساعات نمشي لها للحانوت تاع الملاوي نتاع امها،
ومرات نجيها تحت الشباك نزمر لها تهبط لي. ايه لا ظهر ما وقت اللي كنت صغير انت كانت عندك كهرباء. لا لا نزميرها كاو. ايه حسره الله يرحمها الله يرحمها. يا رسول الله يا ربي حتى هذه قتلتها. باز قتلتها بالتخلف نتاعك باز. لا لا مسكنا مرضت بالوحويشه يا اخي ماتت. ساعات نقول بالك مات من الحمسة عليه خاطر أمها عطاتها ولد خويا ما تحبوش. هاي لا هذيك هي يعطيك ولا الصحة. اسمع قوم راح حضر الكاروسة نتاع عرفتك خير ما تجي تمسك بوحدة بر. إيه هذيك مسكنا راي ما وصلت للصالة كان نسيتها الحكاية جملة. باهي سيدي أي صح عليكم. يعطيك الصحة. كوزان اش تحب سيدي داوود؟ كوزان افتح الكهرباء باش نعمل لها غسله. هاي سيدي ها يا سلام عليك وغسلها بالشايح وتبارك على الفلس. فلس يا كوزان الكهرباء راهي مش من فريتك الروز يا ولدي. زيدش من التعليق الفارغ. واسمع انت احسابك معايا من بعد مش توا يا سي طلع الكنوز الفاقع. باهي مالا دار هذي كان السياق تقول بك امي ام وي حمادي حمادي امي شبيك ما كليت حد شيء؟ نحس في روحي مسقبه ما عنديش شاي المغلب الكل سقام العرايس. امي أمي علاش ما تطلعش لبيتك ترتاح شوية؟ أمي لاباسة؟ كلمتني؟ أمي تي عليك برحمها هذية والبنطلون هذا ما همش خارجين عليك بكل. علاش شيغي بالعكس خرجوا عليها. قلت لك أنا خممت غدوة باش نهزها الشيروجيان تاعي نعمل لها ليفتيك تخرج تهبل. لا 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 بارك الله فيك خلي المرأة رايضة هك انت قايمه بالواجب وزياده وانت نهار كل تجبد تجبد وانا نجبد نجبد. تركيا ما نختي يجي حط لي فيلم عبد الوهاب رصاصه في القلب. رصاصه في القلب بون كي ولا فيها رصاص خليني نمشي. تركيا شبيه اسمعي ليش هاي بابي لبس ما بيه والو ولدك ماما فريدة بالعكس ما قعدش الوقت على المدرسة تي. ربي معاه إن شاء الله ينجح ويولي لي وزير ويهز لي راسي. لا هالراس تهز وطاح يا مدام ما قعد لنا غير المورال نسيه ونهز فيه إن شاء الله. أمان تركي يجي حط لي الفيلم. تيت 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 يا ما كنت الغلبة وزرات القلبة وقرارات الزربة كي تمشي في الزيت تيت 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 يا ما كنت الزربة تيت 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 وتيت. تفضل سيدي تحبوا شي حاجة أخرى؟ لا ليه ما نحبوا حتى شي بارك الله فيك. هاي ايش هنا ايش اسمه؟ ايش هنا؟ ايش بيت دبوزة محلول؟ ايش بيت دبوزة غاز تذوم انا؟ ماشي منبع عليك انا دبوسة الماء تحلها لنا قدامنا شكون يقول اللي ما عبيتهاش ماشي شيشمه؟ شيشمه الله يربي يديك شو عايزك شيشمه؟ يا سي بالحفصية بالله ما تنرفز روحك هذا يا سيدي يسميوه التطاول وهو سمة ما بعد الثورة ومش عجب نهار تحل التلفزة تلقى سي عبشي هذاك يحلل وينظر في العلاقة الجدلية بين الثورة والتاي الأحمر. وكما قال الشاعر يا سعد من باع داره ومن المال حصل نصيبه وفي البحر ركب صغاره وقال مرسيليا قريبه ولا قعدت في بر تونس خساره كل يوم نسمع غريبه. وهو كذلك يا مال ما عندك مريت وما عندك ما سمعت. شوف يا سيدي قال لك نحو بعث هيئه عليا للرفع من معنويات التونسيين. علاش ليه؟ أنا نمشي معاك اكثر من هكاك نقترح وزاره جديده يسميها وزارة هزان المورال. لا لا هذه الهيئة قالك ديجا موجودة أما يفركسولها في رئيس ما لهيكاكو برا ما هو يزمها رئيس طبعا يكون عنده زادة شروط يكون مناضل وموراله طايح. الساعة
السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. وعليكم السلام ثلاث مرات. ممكن تسمح لي نقعد؟ تفضل. يا سي عبد الكوي، اخي ناوي تترشح للانتخابات الرئاسيه؟ ربي يعفو، نولي رئيس وانا عمري لا نظلت ولا دخلت الحبس. اسمع، اش قولكم لو كان تدخلوا معايا؟ لا كان قاعد دخلنا ندخلوا يا اخي، باش تقاوم خير منك. اما وين سيدي؟ باش نكون حزب سياسي جديد. اني قيادي من التو، احسبني دخلت وحتى انا داخل. يا اخي اش قاعدين نعملوا؟ ما على الاقل نلقاو فاش نضيعوا الوقت. بلد فهمنا، توا دوبنا ناخذ تاشيره تدخلوا معايا ونجيب لكم كوارتكم. كي باش نوليو بالكوارت؟ ماذا بينا نعرفوا شنو باش تسميه الحزب؟ والله بيناتنا باش نسميه حزب البطحه والشطحه والقعده فوق السطحه. المقر نتاعو في المارشي نتاع سيدي البحري. هاي والفرع في بطحه القباج. هاي الاسم هذايا تعرف ملهم هكا وفيه جرس ومش عجب يدبر حويجه في الانتخابات الجايه. بيان سور، حزب يساري يميني وسطي. واول نشاط باش نعملوه في البطحه هي مسابقه في نطيح لكباش. سيتادير بليو ماشي. شنو رايك زي بن حليم؟ تعرف والله خايف. منيش؟ خايف لا تحت غطاء الديمقراطية يا تيود التأشيرة القانونية. يا سلام يا سلام يا دين حلو الغرام، يا سلام يا سلام. قل لي يا أخي، تغسل فيها كعبة ولا تسقي فيها؟ لا لا بليتك وزا، ما تخافش ما تخافش، بقدرة ربي نخرج لك عروسة. دو من بعد نعمل لها ضربة كان باية بالليمو وحكة ونزيد نمسحها تخرج مفلة. شو شو ضربة بالليمو مش بيع طنجرة هي؟ هاي بالك بالك عليها سي فلة، ومش لازم حدا تشيحها. هاي اسمع كوزان بالله لحظة، يرحم بيلا مين نسالش من بعد كي تجي العشية تعمل لي خطيطة. شو خطيط؟ لاش بني عزام انا باش نعملك خطيطة؟ انت لا كوزان حشاك يا ما، بصراحة بيناتنا نحب نكتب جواب نتاع حب، وانا ما تعرفني في العربي مانيش هكا الكل. فرامبي ماكش لك الكل. شنو سي فيكتور يوغو وبالسوري طيارة برشا؟ انت لا يا كوزان، نقصد بالعربي وبالسوري. اسمع انت، باش ننبه عليك، اولا حكاية البائع تقعد ما بيناتنا، تموت هنا في الدار. ثانيا حكاية الحفاران في الجنينة مما لا سبيل إليه من هكا. داكودو شو باش تولي لي أيكيولوج أنت؟ يا كوزان هي وطين نتاع مفروزين. شنو؟ أنا نبهت عليك، مازلت تحفر، قلت لك لما نطير لك حياتك. وثاني ثن. ثاني ثن رسالة الحب هذه شكون باش تبعثها؟ للجومانة نتاعك؟ شبيه كوزان؟ ربيعا منو هكا وقت تخسر الكهرباء ما عادش تخلي شباك محلول. شو مازالش مازالش يا كوزان، معومه معومه عملها ضربه سيشوار تو تجي عمرو بالك تحرق روحك. ها تحرق روحي هكا الكوستيم تاعي هكا؟ استنى استنى كوزان، استنى كوزان، انت اللي قال لي موري في حكايه جواب، اللي قال لك مورك في حكايه المدام. تو نعمل لها وصفه حلبه وحنتيته ومردقوش، نضربها ضربه للحسبه، نتاكلها منها تقوم تهبهب منها. نعم امي تهبهب، امي تهبهب. شيل شيل يا حسره يا حسره على زمان النوار. كنت صغيره كانت الدنيا وكانت المحبه يا تركيا. يلا فريده انا حليمه حليمه، تركيا أم النور الله يرحمها، قد من مرة قلنا لك هي ماتت؟ تركيا زعما حماد يجي الليلة. وين باش يجي؟ كان كل ليلة يجي يقف في الجنينة ويرمي حجرة على الشباك، وأنا نبدأ نستنى في الظلام، أنا نسمع حس الحجرة وهنا نجري نشعل الضوء نحل الشباك. يا لله يا لله، تعاو فيلم هذا. إلا فريدة قل لي سي حمادي كان يتغزل بيك؟ كان يقول لك كلام حلوة؟ كان يجي ويمشي
ما يقول حتى كلمة، أما ساعات نسمع تنهيدته. وكل صباح نهبط نجري تحت الشباك نلمك الحجيرات نخبيهم في الكنويتة. الحجيرات اللي مسخايلهم احنا لويس. تعرف كل صباح نلقى وردة مربوطة بخيط فضة معها جواب في الشباك. يا عيني يا عيني. لا فريدة، سي حمادي كان حليلته ما نعرفش، اما يظهر لي كان شباب. وشنو يظهر لي يا اخي ما تعرفوش؟ ليه ريته مرة انا هابطة من الكروسة وهو خارج من دارهم، نعرف خياله. واه واه كهو ليش تحبني نعرف اخر؟ واه عيب تركيا. الا فريدة زيد حكيلي. نعرف لسانك ما هنيك شو تمشي تتكلم. ليلي ما تخافش صدقني بيني وبينك. والله غير كيما قلت لك بيان سور اون بلوس واسمو سي الحمادي. يطلع منها فريدة خانم. اسماعيل ماشي غير دوك نعاود لك صح. اسماعيل وش بك رجعت؟ وش بيني رجعت؟ في شكون كنت تكلم؟ شنو اسماعيل ما كنتش نتكلم؟ مالا شكون تعمل؟ تطرز وش بيك اسماعيل؟ كنت نحكي مع صاحبتي في تليفون. صاحبتك انا هي منهم، انا هي من صاحبتك ما فد اكن نواحة ما تمشكي. لا هذه صاحبتي فاطمة. كنت تكلمي في فاطمة؟ وصل واحد الخبر الجزائر. يا مبروك يلا عاد انت كمل كلم الجامعة العربية يبعثونا لجنة تقصي الحقائق فيما يخص جوابات سي حمادي. زايد يا بنتي انا هو اللي ما نتوبش. وين ماشي يا سي محمد؟ انا ماشي نتلف، اما خي ولا يتقطع لي عرق. تمشي تتلف وتخلي لنا مع يمك. واش بيها يمي لله كين كونغ خايفين منها. تروح وتخليها مريضه. شوف انا ما عنديش انا وقت باش نتلهى بيمك. شي وانت من وقتاش لهي بيمي؟ انت تلهى بضوافك وشوافك فيه بركه. ضوافري وي عندك الحق، لازمني نروح نقدهم عند استيتيسيان لو بلوتو بوسيبل. واش مدخلني انا في يما؟ سار ما عجبكش انت الريستورون تاع المره اللي فاتت؟ اوكي قطوستي تعرف عرفت ريستورون اخر مش نورمال. لا لا لا, لا مش انت قولاس هذا واحد اخر وهو غالي شويه. انت ما يغلى عليك شيء. نعم الكفتاش عنده ب 11% قطوسه. الو قطوستي يا اوكي طب بعد نكلمك دكوردو. هاي بيزو ادخل في سيدا وادخل كلا فيه معاو اسمع كل شيء فاتك به للقطوس. هاني نقول لك راني في امور لحريم شعراوي. شعراوي يمكن حتى انا عندي عمي اصلا عم شعراوي على الاخر. انت اختار يا نوري بلاي متفدليك متى تعرف صاحبك كعبلة في الحب نجمش تكتب لي جوي مضروب بسافور. شبيك علومة دايخة تحب نعمل لك وصفة؟ سيرتو با يا اخي تحب تقتل المرأة. ليه مانيش دايخة ثو هذي الحب. يا ربي يا الله لعبت عليا دوخة نريت نسي نوري نريت الحب حلومة. شنو رايك كان نرتبوا صديق نهار الخميس الجاي ونعملوا دخلة نهار الاربعاء؟ يعطيك يا ذو. تعرفوا كنت توا مع الفريدة وحكيت لي على حمادي. ملا حكاية قمة في الرومانسية. ياي حلومة بلاي على ذكر الرومانسية تنجمش تكتب لي جوي رومانسي؟ شكون الجوي بلاي انا؟ انت حبيت انت ساعة احنا نكتبوه بعد ونشوفه كان عجبك نبعثه لك. تعرف عليما ساعات نبهت في روحي كيفاش عديت 5 سنين مع الحاجة هذه وما عدانيش في مطلب التخلف نتاعو. باهي ما تحبوش نتعاونوني يا طنجي الفروزي نتعاوني يا نو الباب البراني شكون اللي جاي توا؟ نوري تعرف اللي فريداش قتلي؟ قتلي توا وين فهمت علاش انا نحبك قد ما تعمل فيا خاطر تشبه لامي. الله يرحمها. اسمع حلوه ايش قالت لك اخر؟ اش باش نحكي لك يا نوري؟ محليه الحب متاع قبل قديش نظيف. تعرف هي تحكي وين نتخيل في روحي في فيلم نواري بلون.
رجعت لي شهيد المحبة بنيتنا النورية. يظهر لي شد من الحز. شو شدك الحز؟ شبيك النوري وين مشي مخك؟ نحكي شدني حس المحبة. فهمتي. حلومة حلومة بالله برمشي داخل سالم المدام. من هو اللي جاء لأنه يقف قدام الباب. طو هذا نهار يجي فيه الفريدة. بو لو أنا مش مشي الخضار اللي هوني توانجي فهمت؟ سليمان مرحبا. فروزين فروزين نجابك ربي حاجتي بيك في قضية. شنية القضية؟ إلا فريدة هاي شوف شكون جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوه ما شاء الله ما شاء الله ظهر فيها أمورك هانية. نعم شكونك أنت؟ ها؟ شنو؟ هيا تفضل سي غميو اش تحب نكتب لك؟ نتعرف باش نكتب لها هاي لله نقول لها يا تحفونتي يا نسهلولتي انني متيمم بيك. شنو متيمم بيك؟ علي حجره هي. لا عاد فروزين مش تيمم راهو نتاع الوضوء. لا لا تيمم الاخر نتاع الحب. متيم متيم ايه هذيك هي. قول عاد اني متيمم بيك وقلبي يرعش عليك وكنت نفكر عينيك يهيج علي الحب. يهيج عليك القشره هو. ايش فيك يا فروزان انت صغيره ما تفهمش الحب راهو يهبط القلب زبده يعمل الفشله والدوخه وعرق النساء وكي يبدا من جهه واحده ما نحكي لك يبكي يرد الدموع جمر. وهذا منين جيب فيها الكلام الكل؟ مين نعرف عليه انا يجي وحده يغري من المسلسلات والافلام. انت عارف فروزان المره فاتت نتفرج في فيلم البطل قال اللي ما يعرفش يحب في الدنيا هذيا كيف كي الجرانة كي التمساح كي الوزغه. سلام ريت قلت لك نذكر السيد هذا والله يا نوري تو بركه نكون نحكيو عليك. اش بيكم تضحكوا؟ لا لا شيء شيء قلت للفروزان صح عليك نوري عنده مراه يحبها. تحكيو على خطوشتي. ريت يا بنتي الحيوان قلت لك شفرقه تمسيح. نعم شفت شوت هذا؟ لا لا قلت للفروزان نوري نوري ناس ملاح ناس ملاح. ايوه هاي برا برا شنو نزيد نكتب اخر؟ باي لالا باي شنو باش نزيد اخر ونقولها انني قلبها قلبي. مشي شبيك تكون سيد. صدقني يا مدام صدقني يا مدام البلاد في كريز. البارح نحكي انا واحد صاحبي كان يخدم في الديوانه وموافق على النظريه نتاعي. شو سي شكونك انت؟ سالم سالم يلا فريده. مليح مليح المره الجايه ايجا وقت لي رجال الدار يبداو موجودين وحكايه لافاريات والبيع والشراء راني ما نفهمنا حتى شيء. المستحسن نحكي فيها مع سيدك عثمان. مع سيدي شكون؟ سيدك عثمان. سيدي عثمان اللي هو ابوك ربي يفضلك. ويفضله هو زيد. اما ننصحك اعمل تليفون قبل ما تجي. تليفون شان انا نقول ريزو في الزلاز. اش قلت؟ لا 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 حتى شيء حتى شيء. تحب نعمل لك قهوه سي سالم؟ لا لا يا حلومه يا بيا اليوم ما عيني في قهوي هاك تشوف الامور ماهيش هانيه بالكل. تركيا. نعم يا عيش اختي قل لعشوري حضر لي الكهرباء باش نمشي نعمل دولاشه في جول فيغي. فين؟ في جول فيغي. اسمع واذا كان بابا سال عليا وانا مشهوني قل له مشي تطل على فتحيه في باب النار. ولا تعرف كيفاش؟ اعطيه يشرب دواه على بكري وخليه يرقد خير. يا ملا حتى انا نمشي خير. وين وا؟ تركيا هز السيد لسيدك عثمان. لا لا سي عثمان لا تو نعمل له تليفون تو نعمل له تليفون خير وبليتو اضمن. اي في امان الله. تركيا ما يظهر لكش يدخل بعض الرجل. والله فكره هي وانتم علاش ما تعملوش حزب؟ عندكم الهيبه والخبره مثلا نقص الفلوس. انا سربيكم. لا 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 انا خاتي خوك الشعفه يا داود كما جات نعاود. انا قررت الانسحاب من الحياه السياسيه بصفه نهائيه ولا رجعه فيها. ما جيكمش عجب نحل القهوة كيما يعمل الكواجية. ما تعاود هالكلام يا رجل شنو تعتزل؟ بارك الله ليك ما زلت عندك ما تقول. كانكم علياني هاني عندي كوري متزويل في الصور نعمله تنظيفة ودهينة وتروشيكا
ونتبرع لكم به للحزب. ينجم يكون راهو مقر للحزب الجديد. هكا سي معصيه مقر نتاع حزب في الصوره. وانا نعمل لكم الحمله الدعائيه في الانتخابات. اسمعوني وسموه حزب الديمقراطيين المخلوعين يجي حلق. عبستار تفضل سي بن حفصيه. يجي هدايا اقل يحل مع الصانع نتاعك. احترم روحك يا سي معاش قول لي صانع. ها المعلم نتاعك 23 سنه هو مسمي روحه صانع تغيير. كي جات الضربه ما كان ما يصنع. عبسي نبهت عليك ألف مرة الطاولة هذية ما عادش تدور بها. واش بها ملغمة يا واش عملت لهم بالله يعني. هاهم قديش عندهم هم يحكموا فينا وحبوا يزيدوا يحكموا فينا زادة. الحمد لله يا ربي جات الثورة ولت الناس الكل كيف كيف ديمقراطيين على الليبراليين على الشيلاكيين على الشنوعيين الكل ولد كيف كيف. عبسي وين الكونتوار امسحوها فيها يا جماعة. عينا بالمسحان. بون يا جماعة أنا مش نكمل السيجار نتاعي وما واح تعرفوا وليت كل ما نجي للكلوب هنا روح الموار نتاعي في قاعة. أنا لقيتها يا جماعة. نقترح عليكم إسماعيل بوريقة رئيس الهيئة العليا اللي رفع معنويات التونسيين. لا فضة فوق سي بن حفصية. الإنسان المناسب للمكان المناسب. لا 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 سامحوني أنا ديجا اخترت الحزب اللي قلتوا لي عليه هذاك حزب البطحة نتاع سي عبد القوي. حتى حزبنا ما عندك فيه مدخول انت بوريقة والمال ماشي السدرة الزيتونة أولى به. ناهيك كما تقول انت خبرتك في الديناصورات ضرورية للحزب. إيه وكما يقول سي بن حفصية أنا موافق. أما علاش هاد نبدلوا اسم الحزب ودو اسمه الحزب الحاك للجوراسيك باك. Je veux dire que je sais faire autre chose que tu veux. Explique ça, ça va. Ça va, Barouzi. Ah, ça va. Tu as tout de même la wahda. Beh, je vais te faire. Quel est le zade, le manhous. Beh, yoka, dai. Akhad. هيا رايز روح واحكي لي شنو اللي صار. تعرف فروزين انا ما عندي تظهر في الدنيا هذه كل ما نقولها يقرب دفنك الدنيا تاعنا في ظهري. نجم تتكلم بشويه ما فهمت شي راني. بابا يا فروزين بابا بابا يا فروزين سبركة سبركة. شبيه بلع سبركة وميتة. لا ما ماتش ظني انا اللي بس نموت. بابا ضربني بسبركة. باهي وعلاش ضرب؟ عالقصبة. وانت ما شفتش المرة الأخرى مش نبهت عليك ما عادش تمشي للقصبة؟ يا بنتي ما مشيتش للقصبة. القصبة نتاع فاقي مثل القصبة نتاع الاعتصامات. لا فريدة لا فريدة وين مشيت هذي؟ كان ما تطلع مشيت لافونو بالحق. فروزين يا فروزين بالله كتعمل زي نترجم لي جواب بالفرنسيس. ربي هذا مش وقته. فروزين فروزين ريتو شي لفريدة. ليه ماهيش في بيتها؟ اوه شفت ليتاج الكل ما لقيتهاش وانت ريتهاشي. لا ما ريتهاش والله عرفت عرفت ملي قالت لي الصباح يا عاشور عايش خويا اغسل لي الكروسه شميتها قارصه. وعلى السعدي يجي معايا يشوفوا نقاوهاش بالجنينه. شميت زايده كانت ماميتي عملت اكسيدون في كاس المرسى مع السعدي ميت. ميت شكون وصعتي البابي نتاعك؟ كي ليه القطوس نتاعي. قطوسة ملا جينيا جينيا وسكت. أني وأعوذ بالله من كلمتاني حاس روحنا كاينة في الإقامة الجبرية. إيش بيكم ما تعملوش أنشطة ثقافية اجتماعية؟ كان عن مصروف أنا موجود نصرف. علاش لا فكرة باهي العمل التطوعي على الأقل واحد يحس روحه فاعل في المجتمع. باب يا سيدنا حليمة إيش حبنا نعملوا؟ نلموا بعضنا ونهبطوا على حد في يدينا شكاية وإحنا نلموا في الدبابز البلاستيك الفارغة والساشيات. أنا عندي فكرة. عبس ها هيش هيا عاد دز بروحك. هاي سيد تفضل عندك كارتة؟ كارتة؟ ها شكبة ولا رمية ولا بلول اللي تجي.
لا حاجة نهاية حاجة نهاية يا سي هلالة فيمون نشاط ثقافي واجتماعي على بز ومعنى أما خير تلعبوا طرحش كبة ولا نهارك كله وانتم ما تعسوا على بعضكم اللي يطلع الدور عليه تعطوه كلات في ظهره برا 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 جيب لنا الكارت وجيب شرب جديد على اللعبة برا اسمع نقترح نلعبوا واللي يخسر يخلص ويكاند الجماعة الكل في الحمامات يا سيدي أنا نقترح عليكم حاجة أخرى اللي يخسر يخلص فواياج لتركي هوكا منها نقضي وقضيات للصغار ومنها نمشي نعمل تصور مع تمثال كمالة ترك لا 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 أخوي أنا مانيش موافق أنا نحب نمشي لا تركيا لا القبس إيش بيها تركيا ولا عندك معاها مشاكل إيديولوجية لا 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 أخوي باتي تو ما حلوشي ما معاها عندي حتى مشكلة إيديولوجية مع تركيا تبقى شنوها أولا الباسبور متاعي محجوز ثانيا ماذا بينا قد توازن متاعي في بلادي والله انا نقترح عليكم تلعبوا طرح بازقة اللي يخسر ما عادش يجي هنا جملة وي يلو هاي 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 شنو ضاعت كيف ضاعت شو معناتها يب شو معناتها ما لقيتوهاش باهي انا جاي انا جاي تسمعي شكون اللي ضاعت امي يا سي بن حليم عمي استنى اللي جاي معاك هذي خير من الكل طبعا امه ماهوش لقاها مش هيك التوازن في بلادها يا ناري عليك الا فريدة يا ناري عليك كان ما تطلع جرات لها حاجه يا بنت سبق الخير ايش عندها في جرالها يا اخي صغيره هي ونقصوا لم الهضره يا حباباكم وجعتوني راسي دوك يجي اسماعيل هو يتصرف معلومة معلومة شنو رايك نمشي نعلم عليها مركز الشرطة انت بالذات تسقط خير لك لكل هجرايرك مخلي الباب محلول ولا تكتب لي في الجوابات الغرامية يا بابا وينك شنو الحكاية قلنا لك ضاعت يا سي محمد معناها بالعربية ما لقيناهاش في الدار شيخي كوزان كوزان انا عندي اقتراح عندك اقتراح يعطيك قوح ان شاء الله امشي من قدامي امشي امشي وينكم انتم وينكم وينكم يا حليمة يا عيش اختي هذا اللي متني بيك انا بالله ايش تحبني نعمل يا سي اسماعيل نقعد انا بربي وراها من بقعه لبقعه تي مشيت غبت شوي وخليتها في الصاله جيت ما لقيتهاش وانت انت انت سنوي اش تعمل قاعد قاعد اش تعمل انت مشي ضو تونسوا فينا وين عينيكم ايش تحبني نعمل انا لا يفيكم جينا نفصص في الجلبانه نخرج نعس تفصص في الجلبانه يا سي كلافز اتهم بعد نفهموا اقلب عليا وجهك اسمعي بلد دمك وقعد ارتاح وتطرقوا حل وين يا علالة نقعد تويتك نقعد توا لما عادش نقوم من كثر ما العصب ياكل فيا شنو توا يا ودي مش هكا نحلوا المشكل كل شيء يجي بالعقل خلوني انا تنصرف يا سيدي كوزان كوزان ها كوزان شما جات اي جات يا بيقى البر يا ربي حمد الله لا لا مش مدام اللي جات كرابت البوليسية ها بوليسية كانت تشخر كهبت بوليسية وعليش يحبوا بوليسية زادة إذا عندهم يحبوا كوزان جايين باش يذوقوا من جلبان نوري نزارة جايين باش يكرفتوك شو يكرفتوني والوين يكرفتوني إيش عندي عملت أنا يا أخي أنا نظيف نظيف أنا واني خازنهم البوليسية بحصور إيش عندهم يعملوني أحليمة وي كلم المتر كلم بالله العظيم كان كلم من كيلومتر أسكت أنت أسكت إزي بالتغويث يا وجه البومة مسكينة فروزين ما عندي تظهر في نفس النهار ما ماتت زي وبايزو باز ديبريسيون هذي اهلا مرحبا سي اسماعيل بوريقة لا لا اي اي ما لاباس تفضل يا عايشة نجم تفضل معنا تفضل معكم وين؟ تفضل معنا الكرهبة سي اسماعيل يا حليمة سي اسماعيل كلم الماتة تهلنا تهلنا يا سي اسماعيل والله عرفت مش نجي في راسي باش تراسيلي تو كل جمعة نهزز له القفة فيك انت تونتون باش يهزوه تفضل تفضل امي الا فريدة صارت امي شبيك ما لاباس
لا بأس يا اسماعيل ما ترجعش. الوالده لقيناها ضايعه في لافيني جبناها وجاب ربي لقينا الهويه نتاعها في ساك. بابي سامحونا بابي سامحونا باشا يا جماعه، هاكم تشوفوا امي ما مريضه وخرجت من الدار وما فقناش بها. اسمح سي اسماعيل ما غير مزيف، هذا واجبنا وخدمتنا نحن. هاي في الامان. في الامان سي. اكهو اكهو، اما بالله يردوا بالكم عليها يا سيختو ما تصموهاش. هاي في الامان. في الامان سيدي في الامان. سي اسماعيل وي سمحنا على الفجعه. لا لا انا فما فجعه على شيء. هكا امي هكا هذه عامله تعملها فينا فجعه دوبل. لاباس حمادي شبيك ما جيتش البارح؟ استنيتك استنيتك والصبح كي قمت ما لقيتش ورده في الشباك. نعم علالة تكلم شبيك ساكت عليه ما جيتش؟ هاني جيت هاني جيت. بغاتي بغاتو سي مينيون. اسمعوني نبع عليكم كلمة لا ما تصدموهاش. سي اسماعيل شنعملوا توا؟ شنعملوا يا حليمة؟ نصيحة شنو هو؟ زغرت يا نصيحة زغرت.